من ابو ظبي معي على الهاتف دكتور عبد الخالق عبد الله، استاذ العلوم السياسيه في الامارات. دكتور مساء الخير. مساء الخير من دبي يا اختي لنا. من دبي، عفوا يا فندم. سؤالي، يعني سمعت رد وزير الخارجيه القطري الذي يقول للامارات ردا على ما قاله الشيخ عبد الله بن زايد انه كفى تلفيقا وكفى تحريضا على قطر وكفى اتهامنا بحاجات لم نفعلها وايضا كفى دعم جماعه مارقه في العراق، ويعني كفى وكفى وكفى، وقال ان قطر من اكثر الدول التزاما بعدم تمويل الارهاب اكثر من دول كثيره من دول الحصار. كيف ترد على ذلك؟ الرد واضح كل الوضوح في القائمة التي قدمت لقطر والتي تحتوي على أسماء أفراد وعلى أسماء جماعات موجودين في قطر ومولين من قطر. هذه الأسماء وهذه الجماعات تنشر مسؤولة عن الإرهاب ومطلوبة من أمريكا ومطلوبة من منظمة من الأمم المتحدة. فأين الافتراء عندما يقول الشيخ عبد الله بن زايد عن حقائق؟ هناك تمويل إرهاب، هناك نشر للتطرف، هناك تحريض ضد دول المنطقة. كفى يا قطر، هذه حقائق. ويرد الوزير القطري ويقول هذا افتراء وهذا اتهام. أين الافتراء في ذلك؟ ولديكم قائمة وموثقة، تعاملوا مع هذه القائمة لكي تكونوا صادقين في ذلك. هذه القائمة دليل كافي، مقدمة من 4 دول، مدعومة من منظمات دولية، فلا يوجد أي افتراء، لا يوجد أي كذب، وإنما عليكم أن تكونوا جادين في عملية وقف التمويل للإرهاب، وتكونوا جادين أكثر في عملية وقف التطرف ونشر التحريض في على امتداد الوطن العربي شرقا وغربا. دكتور، يعني يتحدث وزير الخارجية القطري أيضا أن كثير من هذه الإجراءات التي قامت بها الدول العربية الأربع لم تكن إجراءات قانونية ولا تتفق مع القانون الدولي، فماذا تقول في ذلك؟ طبعا غير صحيح. يعني أنت يا قطر اليوم ضمن منظومة خليجية، وأنت كبقية دول الخليج معنية بتنفيذ ما لا يقل عن 300 اتفاقية مختلفة بنيت خلال 37 سنة من مجلس التعاون، كلها اتفاقيات ملزمة، وفي مقدمتها الاتفاقية الأمنية التي وقعتها قطر بإرادتها الحرة سنة 2013، وعليها أن تنفذ. وجزءا من عدم التنفيذ هو المشكلة، وجزءا من عدم التنفيذ أن قطر التزمت عندما تقدم لها قائمة من دولة شقيقة أن هناك أفراد يحرضون ضدها وعليهم علامات استفهام المفروض تقوم بتسليمها. فقطر حقيقة يعني لا يود أحد أن تقص من سيادتها، لا يود أحد أن يفتري عليها، لكنها مجبرة الآن لأنها ضمن المنظومة الخليجية أنها تلتزم بما اتفقت ووقعت عليه بإرادتها الحرة، ومن بينها هذه الاتفاقيات وفي مقدمتها الاتفاقية الأمنية، ثم نعود بعد ذلك إلى اتفاقية واتفاق الرياض 2014. أيضا قطر قامت بإرادتها الحرة بالتوقيع على هذه على هذا الاتفاق، واليوم تأتي وتتهرب من هذا الاتفاق وتقول أنها غير معنية بهذه القائمة. قطر هي التي ينبغي أن تسمع بكلام الشيخ عبد الله بن زايد الذي يقول كفى يا قطر كذبا واكتفى عدم التزاما بما اتفقت عليه. دكتور، ماذا توقعاتك للرد القطري الذي سيسلم للدول العربية مساء اليوم، يعني خلال يمكن ساعات قليلة؟ يعني توقعاتي مثل توقعات الجميع حقيقة، لا نعرف أي شيء عن مضمون الرد القطري حتى الآن، واعتقد امامنا ساعات قليله لكي نكشف لكي تكشف لنا الدول التي استلمت الرد ما جاء في ما جاء في الرد القطري. واعتقد يعني علينا في هذه اللحظه ان نستبشر خيرا، عسى ولعل ان عقلاء قطر قد ادركوا انه التزاماتهم يعني ان التزامات صارمه ينبغي ان يواجهوا الحقائق، وعلى عسى ولعل ان يعني نسمع أن الرد القطري خلافا لحديث وزير الخارجية يكون إيجابا من صالح قطر ذلك، من صالح المنظومة الخليجية ذلك، ومن صالح المنطقة العربية أن لا تكون هناك قناة مشاكسة ودولة مشاغبة
تثير عدم الاستقرار في منطقة أصلا يعني ابتلت بعدم الاستقرار، فلماذا كل ذلك يا قطر؟ كفاية كما قال الشيخ عبد الله بن زايد. بشكرك شكرا جزيلا من دبي الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية بالإمارات.